يا مرحبتين، تكونوا بألف بخير. خير دايما. بحاول أواظب اليومين دول وتحت أمركم بجد، ومتأسف لو في تقصير. وبالنسبة للترانيم المطلوبة، يعني أخت كوكو كانت عايزة شوية ألحان أو ترانيم، أنا وعد هعملها، يعني يعلم ربنا هعملها، بس برضه أنا عايز الألحان بتبقى صغيرة، فعايز ترانيم كبيرة شوية. والألحان هنبتدي برضه كل مرة، يعني المرة اللي فاتت خدنا شوية ألحان، المرة دي هناخد تبنيمة أنا جيت علشانك أنت، وهنرجع تاني وعد للألحان المرة اللي جاية. هناخدها على العود وعلى الجيتار وعلى الكمانجة مع بعض، عشان هي برضه تعتبر إيه، سهلة مش صعبة. اللي هي دي احنا ممكن نلعبها على الحجاز، حجاز الري اسهل، هي بتتلعب على حجاز الدو، بس هنلعبها من الري. مقام الحجاز باختصار كده، ري مي بيمول فا دييز بالرابع، وافتحه افتحه على قد ما تقدر، مي فا. هي صعوبته في كده، يعني الاول والرابع. بص صوابعي عامله زي، ما تعملش الرابع هنا هيطلع فا عاديه، لا افتحه افتحه كده على قد ما تقدر، او حرك ايدك في الاول، ري مي فا فا مي ري، ري مي بيمول مش نص بيمول، مي ري مي فا فا صول لا والسي بيمول والدو والري، بس خلصت. هي بس الصعوبه في الفا دييز اللي لازم تبعدها والمي، وحاول تشغل ودنك وانت ايه شغال. صول فا صول، الفا دايما دييز، انا بقول فا بس عشان ايه، وانا بدندنها كده ما بعرفش اقول فا دييز. صول فا صول فا مي ري، مي بيمول برضو، مي فا صول فا مي ري ري، صول فا صول فا مي ري مي فا صول فا مي ري ري، فا صول لا 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 مي ري مي ري ري، صول لا سي 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 لا صول فا صول لا سي لا صول لا فا صول لا 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 مي ري مي ري ري، صول لا سي 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 لا صول فا صول لا سي لا صول 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 لا سي سي دو لا فا صول لا سي لا صول صول ري، صول لا سي سي دو لا صول فا صول لا سي لا صول صول ري مي فا صول فا مي ري مي فا صول فا مي ري مي فا صول فا مي ري مي فا صول فا صول لا 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 فا صول لا لا ري مي فا صول فا مي ري مي ري مي فا صول. سهلة هي بس فيها ايه، احنا عايزين الحاجات اللي فيها تفاصيل كتيرة. وانا برضو الناس اللي بتطلب النوتة، معلش ورقة وقلم وايه، معلش، وانا هحاول اكتبها على الفيسبوك بعد كده، يعني على الاكاونت بحط النوت كلها بقى مكتوبة عشان اقدر اكتب الزمن. بس انت حاول بس ايه تكتب الحروف وتمشي ايدك عليها. تاني صول فا صول فا مي ري مي فا صول فا مي ري ري، بتعيدها مرتين وبعد كده فا صول لا 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 مي ري مي ري ري، صول لا سي سريعة، سي 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 لا صول فا صول لا سي لا صول لا، بتعدها تاني فا صول لا 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 مي ري مي ري ري، صول لا سي 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 لا صول فا صول لا، وتقفلها سي لا صول صول، تمام، صول لا سي سي دو لا فا صول لا سي لا صول صول ري، صول لا سي سي دو لا صول فا صول لا سي لا صول صول ري مي فا صول فا مي ري مي فا صول فا مي ري مي، سهلة، فا صول فا مي ري مي فا صول فا صول لا 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 فا صول لا لا ري مي فا صول فا مي ري مي ري مي فا صول. تقديمة حلوة هتحتاجها لو أنت بتعزف في الكنيسة، نجربها على الكمان نفس الحروف يعني، بس هي الفرق بس إيه، هيعملها كده برضو زي كل مرة، بس الدوزان غير الأول. صول فا صول، فا دييز هنا، يعني الفا والمي هنا صح؟ لا، المي هتردها لورا والفا هتطلعها لقدام، يعني الفا والمي لازقين في بعض العد طبيعيين، المي بيمول والفا دييز، شايف البعد؟ صول فا صول فا مي ري مي فا صول فا مي ري ري، صول فا صول فا مي ري مي فا صول فا مي ري ري، فا صول لا 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 مي ري مي ري ري، صول لا سي سي سي
لا سول فا سولا سي لا سولا فا سولا لا لا مي ري مي ري ري سولا سي 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 لا سول فا سولا سي لا سول سول سولا سي سي دو دو لا سول فا سولا سي لا سول سول تاني سولا سي سي دو لا سول فا سولا سي لا سول سول ري مي فا سول فا مي ري مي فا سول فا مي ري مي فا سول فا مي ري مي فا سول فا سولا لا لا سول فا سولا لا دي لا لا ري مي فا سول فا مي ري مي ري مي فا سول سهلين يعني هي كل حروفها الري والمي بيمول والفا والسول واللا والسي والدو الدو الجواب اللا السوبرانو بس نعزفها بالقوس انت كده شفت الحروف والقوس ماشي على الحروف سول فا سول فا مي ري فا سول فا مي ري ري سول فا سول فا مي ري فا سول فا مي ري فا سول وش على الجيتار يا اخي سوري الجيتار ممكن تعزفها كوردات بس لو انت ايه برضو الدوزان غير العود هتعملها من لا لا سول سول دياز دي السلم غير معلش ده سلم لا ماينر اللي هو الحجاز اللاين لا سول لا سول فا مي فا لا سي لا سول فا سوري مي ماينر لا سول لا سول فا مي فا بص على صوابعي لو انت الحروف معاك ايه لا سول انا على الوتر الرابع انا لا سول لا سول فا مي فا سول لا سول فا مي مي لا سول لا سول فا مي فا سول لا سول فا مي مي سول لا سي 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 الوتر الخامس حر سي سول مي فا مي مي لا سي دو 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 سي لا سول سي دو سي لا سي سول سي 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 سول مي فا مي مي لا سي دو 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 سي 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 الوتر الخامس اس الوتر الخامس حر لا سول سي دو سي لا 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 سي دو ري بالوتر على الوتر الخامس برضه ري سي لا سول سي دو سي لا 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 سي دو دو ري دو ري سي لا سول سي دو سي لا لا مي فا سول سول فا مي فا سول سول فا مي فا سول سول فا مي فا سول سول دايما ديز بس انا ما بعرفش اكرر سول سي 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 سول سي سول سول فا مي فا سول سول فا مي مي لا سول مرتين سول سي 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 سول مي فا مي مي لا سي دو 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 سي لا سول سي دو سي لا 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 سي دو دو ري دو سي لا لا سي دو دو ري سي لا سول سي دو سي لا 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 سي سول سي دو سي لا لا مي فا سول سول فا مي فا سول سول فا مي فا سول سول فا مي فا سول سول سي 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 سول سي سي مي فا سول
تعزفها بطريقه فلامينجو بس هتبقى صعبه في الاول. انت ممكن يا اما تعزفها ميلودي يا اما كوردات. لا ماينر والايقاع المقسوم اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، دوم تك تك دوم تك دوم تك تك دوم تك دوم ابدا وتك ابدا دوم تك تك دوم. انا جيت علشان اجري ان مي، انا شغلي شاغل انت، انا جيت علشان انت وده شغلي شاغل انت، مشتاق لرجوعك كيف فعنا ذكري زي ما انت مين، مشتاق لرجوعك وانت فاضي فعنا ذكري زي الفرص لتضيع فا لتضيع الفرصه مين سهله يعني ما فيهاش حاجه. هو لا والري ماينر والمي، وفي النقله الثانيه بتعمل فا ميجر. فا ميجر لو انت مش عارف تعملها اعمل ري مكانها، نفس الصوت يعني قريب منه. تمام، لو في اي استفسار اكتبوا لي في التعليق، لو في اي حاجه. وبرده يعني بشكركم كتير على التشجيع، وصدقوني بالذات مش ناسي اي طلبات صدقوني، بس انا بحاول ايه يعني برضو اخش في مقامات جديده، الحجاز الكذا الكذا، عشان ما نبقاش واقفين في حاجه معينه. وبعد كده نرجع للالحان اللي على البياتي، اصل ثلاث ارباع الالحان بتكون على البياتي بس. وشكرا ليكم ومستني تعليقاتكم، مع السلامه.